الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه. قال جل من قائل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها المؤمنون عمار بيت الله، لا زلنا نواصل السير في تلك الرحلة المباركة، الرحلة إلى الدار الآخرة والعيش مع الساعة ومع علاماتها الكبرى. الحديث عن علامات الساعة أيها المؤمنون له هدف، هذا الهدف هو تركيز وترسيخ الإيمان بالله والإيمان بالغيب، هذا الإيمان الذي طلبه الله منا، فقال: والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدف آخر للحديث عن الساعة وعن علاماتها، ألا وهو التعريف بحقيقة الدنيا وحقارتها. كثير منا في هذا الواقع أيها المؤمنون أخلد إلى الدنيا، تعلق بالدنيا ومات فيها، وكأنه صار يرى أن الحياة الدنيوية حياة أبدية، وهذا فهم خاطئ. الإسلام يريدنا أن نذهب في الدنيا وأن نتعلق بالآخرة، لأن الحياة الدنيا حقيرة، الحياة الدنيا زائلة، الحياة الدنيا ضرور. ولذلك قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاعها زائل، متاعها قليل، متاعها ينفد، تضر صاحبها فيغتر بها وينافس عليها ويتعلق بها حتى كأنه لا يرى دارا بعدها ولا يرى جزاء بعد الدار الدنيا. يصبح يتصور أن الحياة الدنيا حياة أبدية، وهذا خطأ، فيتعلق بها ويرتكب الحرام من أجلها، يأخذ الربا ويتعاطى الرشوة ويغش ويسرق ويرتشي من أجل أن ينال الدنيا، وهذا خطأ، هذا انشغال بالدنيا الثانية عن الآخرة الباقية. الله عز وجل عندما حدثنا عن الدنيا وقارنها بالآخرة قال: إن متاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة كثير، فقال: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه أن الحياة الدنيا ليست بدار قرار، أن متاعها زائد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا بمتاعها وزخارفها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ولذلك عندما بعث سيدنا أبا عبيدة بن الجراح بعثه إلى البحرين ليجمع أموال الجزية، وجاء أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين ومعه مال كثير من الجزية، وسمع الأنصار عليهم الرضوان بمقدم أبا عبيدة، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة الصبح، ثم اعترضوه بعد أن أتم صلاته، فلما رآهم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أظن أنكم علمتم أن أبا عبيدة قد قدم من البحرين. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمنوا الذي يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. إذن عندما نتحدث عن الساعة عباد الله، فإننا نريد أن نوقظ الإيمان وأن نطرد الغفلة التي جعلت المسلم يتعلق بالدنيا، نريده أن يتعلق بالآخرة كما أراد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هل كان الصحابة يتعلقون بالدنيا كما تعلقنا بها نحن اليوم؟ هل كان الصحابة يعملون من أجل الدنيا كما نعمل لها نحن اليوم؟ خذ
هذا المثال عن ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال: يا محمد حدثني عن الإسلام. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وبايعه. ثم جاءت الغزوة، فانطلق الأعرابي المؤمن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصر. ثم خرج رسول الله يقسم الغنائم ويقسم الدنيا بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وكان هذا الأعرابي غائبا، فلما رجع وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بنصيب، فقيل له: هذا نصيبك الذي فرضه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الأعرابي، ولعلك تظن أن الأعرابي قد غضب لأن نصيبه كان قليلا، لعلك تظن أن هذا الأعرابي أراد أن ينافس بقية الصحابة في نصيبه من الغنيمة كما يفعل بعض الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم، يغضب عندما يعطى من الدنيا قليلا، يريد الكثير. ولذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأعراب وقال: يا محمد، ما على هذا بايعتك؟ ما بايعتك لتعطيني المال، وما بايعتك لتعطيني الدنيا، وإنما بايعتك على أن أقاتل معك في سبيل الله، فأضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. فألقى الله بذلك، ثم لم يأخذ الغنيمة. وجاء الغزو مرة أخرى فدخل المعركة صادقا مع ربه، فقاتل فقتل شهيدا رضي الله عنه. بعث النبي الصحابة يتفقدونه فوجدوه بين الشهداء قد دخل السهم منها هنا وخرج منها هنا، فقال حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه: صدق الله. فصدقه الله، لم يكونوا يعملون للدنيا ولم يكونوا ينشغلون بالدنيا كانشغال الناس بها اليوم. هذا أبو حازم أحد العلماء والزهاد والعباد من التابعين، يدخل على خليفة أو على أمير المؤمنين هارون الرشيد أحد أمراء الدولة العباسية. عرفت الدولة العباسية في عصره اتساعا، فشرقت وغربت واتسع ملكه وأقام العدل، وكان يغزو عاما ويحج عاما، كان يغزو الروم فيؤدبهم كلما اعتدوا على حدود الدولة الإسلامية عاما، وكان يحج عاما، فكانت له مملكة كبيرة. دخل عليه أو أرسل إلى أبي حازم، قال له: يا أبا حازم برنا. فدخل عليه في قصره فقال له: يا أبا حازم سلنا حاجتك. قال: يا أبا حازم أطلب مني ماذا تريد من الدنيا، من أموال الدنيا. لكن هذا الرجل العالم الزاهد تعلق بالآخرة ولم يتعلق بالدنيا، فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد تعلمت من رسول الله أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قال: تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا برمتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فماذا يساوي ملكك فيها يا أمير المؤمنين؟ ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أتريد أن أسألك حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ فقال أمير المؤمنين هارون: أما الآخرة فاسألها من صاحبها فإني لا أملكها، ولكن سلني من الدنيا ما تشاء. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت لم أسأل الدنيا ممن يملكها وهو الله، فكيف أسألها ممن لم يملكها وهو أنت؟ يعني حتى دعاءه، حتى تفكيره ورغبته لم يجعل فيه للدنيا نصيبة، لأنه يعلم أن هذه الدنيا لا تثمن ولا تغني من جوع. ما المطلوب منا إذن أيها المؤمنون؟ ونحن نتذاكر علامات الساعة ونتذاكر القيامة وأنها موعد لا بد منه، لا بد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنه سيسألنا عن جميع حركاتنا وسكناتنا، يسألنا عن أعمارنا فيما قضيناها، وعن شبابنا فيما أدليناه، وعن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، وعن علمنا ماذا عملنا به، يسألنا عن كل شيء، فلنعد له الجواب، ولنتمسك بالآخرة، لأن العمل للآخرة خير وأبقى، أما أن نشتغل بالدنيا وننصرف عن الآخرة فذلك هو الخسران. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قارن بين الدنيا والآخرة قال عن نعيم الدنيا أنه قليل، وقال عن نعيم الآخرة أنه كبير، فقال: وما متاع الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولما تكلم عن متاع الآخرة ماذا قال؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق وملكه كبير. أتنؤثر ثاني على الباقي عباد الله؟ هذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقف ناصحا لهذه الأمة
بأن تشتغل بالآخرة وتعمل لمرضاة الله سبحانه. فيقول: أيها الناس، من أراد الآخرة ضيع الدنيا، ومن طلب الدنيا ضيع الآخرة. فيا قوم، أضروا بلساني حفاظا على الباطل، آثروا الآخرة على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو يزرع في قلوبنا محبة الآخرة والعمل لها. قال: لو أن رجلا سحب على وجهه في سبيل الله، عذب وسحب على وجهه في سبيل الله، من يوم أن ولد إلى يوم أن تقوم الساعة، إلى يوم أن يموت هرما، يعني من عمره وهو طفل صغير وهو يعذب في سبيل الله ويجر على وجهه حتى صار شيخا هرما كبيرا فمات، قال: فإنه سيحقر ذلك يوم القيامة عندما يرى نعيم الله ويرى ما أعده الله لعباده المسلمين. الله عباد الله أراد لنا الآخرة، وأراد لنا رسول الله الجنة، فلا نشتغل بالدنيا ونضيع الآخرة. قد رشحوك لأمر لو فطنت به، فارضع بنفسك عن ترعى مع الهمل. مطلوب منا أن نسعى من أجل أن نفوز بالآخرة، ولذلك نتذاكر علامات الساعة لندرك أنفسنا، ولنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنسيء إليه ونرجع إليه بالأعمال الصالحة، ولا نشتغل بالدنيا فتفجأنا علامات الساعة، ولا ينفع الندم ولا ينفع الحسرة عندها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يعلمنا العمل الرافع، وأن يقبل منا أعمالنا، ويغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم وجاز عنا سيدنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها المؤمنون، نواصل إذن تلك السلسلة في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة، والعلامة التي سنتكلم عنها اليوم هي خروج ياجوج وماجوج. هذه العلامة ذكرها الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عندما وجد الصحابة يتحدثون عن الساعة فقال: إنها لم تقوم حتى تروا 10 آيات قبلها، فذكر من العشر خروج ياجوج وماجوج. ياجوج وماجوج ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف، وحدثنا القرآن الكريم عن قصتهم. هؤلاء القوم يقول عنهم المفسرون: هما أمتان أو قبيلتان من ذرية آدم. ياجوج وماجوج قبيلتان أو أمتان من ذرية آدم، فهم من البشر، لكنهم يتميزان عن البشر، أو هاتان القبيلتان ما يميزها عن بقية البشر أنها تمتاز بالكثرة العظيمة الكافرة، قوم كفر كثيرون جدا، ولذلك جاء في بعض الآثار أن الواحد منهم لا يموت حتى يخلف 1000 من أولاده، فهم كثيرون جدا، ويمتازون أيضا بالاجتياح الهائل من كل الأرض، ويمتازون أيضا بالفساد والإفساد والتخريب، فهم يفسدون ويخربون خرابا وفسادا لم تعرف البشرية قبله مثيلا. ولقد صدق القرآن الكريم عندما وصفهم بذلك فقال: إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. ولفسادهم قيل أن اسمهم اشتق من أجيج النار، مأجوج يأجوج وماجوج اشتقت من أجيج النار، أي اضطرامها واحتراقها، ومن الماء الأجاج وهو الماء الشديد الحرارة والملوح، شبهوا بالنار المتأججة المحترقة وبالماء شديد الحرارة والملوحة. لماذا؟ لكثرة فسادهم ولكثرة تخريبهم للأرض. ونظرا لهذه الصفة، صفة التخريب والفساد الذي يتعرض له الناس على أيديهم، جعلهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم بعث النار. أكثر ما يدخل النار من البشرية هم ياجوج وماجوج. في قصة شهيرة يرويها لنا الإمام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ينقلنا به الحديث صلى الله عليه وسلم إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم
أرادنا أن نعيش لحظات في عرفات القيامة وما فيها من هول وما فيها من خوف. ولذلك يقول الله عز وجل يقوم يوم القيامة ويقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك يا رب. يا آدم فيرد آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول يا آدم أخرج بعث النار أخرج أهل النار أو بعث النار من ذريتك. فيقول آدم عليه السلام ومن هم يا رب؟ فيقول الله عز وجل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. من كل 1000 من ذريتك يا آدم 999 واحد يدخلون جهنم بينما واحد يدخل النار. قال فبكى الصحابة بكاء شديد حتى أيسوا من الجنة. فيقول الصحابة بعد أن بكوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد الذي يكون من أهل الجنة؟ بكوا جميعا. قال حتى لم ترى منهم ضاحكة حتى ما استطاعوا التبسم والضحك ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أسنانهم من شدة الخوف. هكذا كان الصحابة وكان تابعون قوم يخافون الله ويخشونه. فإذا سمعوا الآية في القرآن الكريم تتحدث عن النار أو تتحدث عن العذاب كان الواحد منهم يشهق شهقة لا يقوم بعدها. جاء الفضيل بن عياض من السلف الصالح قيل له يا فضيل تقدم لتصلي بنا فقال إنني في صلاة المغرب. فقال إنني لا أريد أن أصلي بكم اليوم فليتقدم أحد يصلي إني أريد أن أسمع القرآن منكم. الفضيل بن عياض قال اليوم لا أتقدم للصلاة أريد أن أسمع القرآن ممن يصلي بكم. قال فتقدم الإمام والفضيل واقف في الصف. قال فإذا وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور يعني نفخة الصور وقيام الساعة قال فشهق الفضيل شهقة وسقط مغشيا عليه فتلمسوه فإذا روحه قد طابت إلى مولاه. هكذا كان الصحابة وهكذا كان التابعون قوم يخافون الله ويخشونه. يقول سيدنا عمر والله لو سمعت مناديا يوم القيامة يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنني أنا هو. قيل لأبي بكر متى تأمن مكر الله؟ قال والله لو أنني وضعت قدما في الجنة والأخرى خارجها لم آمن مكر الله سبحانه وتعالى وخفت على نفسي. كان الصحابة قوم يخافون الله ويخشونه فكانوا يحسنون الاستعداد للآخرة مع ما عندهم من تقوى وخوف وطاعة لله ورسوله. ولذلك لما سمعوا هذا الحديث وأينا ذلك الواحد يا رسول الله فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرحيم بأمته هذا الرؤوف بهذه الأمة الذي بعثه الله لنا نعمة ورحمة ومنة منه سبحانه. قال أبشروا أبشروا فوالله إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. يا أمة محمد أبشروا فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأرجو أنا عندي ورجاء الله عز وجل أنكم ستكونون ربع أهل الجنة. قال فكبر الصحابة فرحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبر الصحابة فرحا واستبشارا. قال فقال في الثالثة والله الذي لا إله إلا هو إني أرجو لأن تكونوا نصف الجنة. نصف الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والنصف الباقي بقية الأمم. أليس هذا نعمة؟ أي فضل وأي نعمة وأي منة أنعم الله بها علينا عندما اختار لنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخلصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة نعمة عظيمة ينبغي أن نشكرها وشكر هذه النعمة يكون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته. نحن في نعمة ولكننا كثيرا منا لا يحس بهذه النعمة. نعمة أن تكون من أمة محمد هذا الذي وفقه الله لأنه حريص على أمته على هدايته رحيم بها. ولذلك عندما وافته النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تغادر أو يلتحق روحه بالرفيق الأعلى بكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل قال ما يبكيك يا محمد؟ قال ما أمتي أمتي أو قال من لأمتي من بعدي يا جبريل. يفارق الدنيا ولكنه يفكر في أمر هذه الأمة المحمدية المرحومة الأمة الميمونة يخاف عليها من بعده. ولذلك في رواية أنه لما بكى بعث الله جبريل وقال اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه وربك أعلم. قال فجاء جبريل
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتي أمتي، فقال الله لجبريل أخبر محمدا أن لن نسوءك في أمتك وسنرضيك فيها يا محمد، سنرضيك. وأي رضا وأي فضل أن تكون أمة محمد هي نصف أهل الجنة، أثنى الله عليها في القرآن الكريم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد هي خير الأمم على الإطلاق، لكن عليها أن تقوم بشروط الخيرية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال عن هذه الأمة أنها الوسط، أي خير الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهود أو عليكم شهيد. يأتي يوم القيامة سيدنا نوح عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وأمتي في مكان علي، يعني في علية، قال والناس ينظرون إلينا فيحسدوننا ويتمنون لو أنهم من أمة محمد. قال فيأتي نوح فيسأله الله سبحانه وتعالى يا نوح هل بلغت الرسالة إلى قومك؟ فيقول بلى يا رب. فينادي الله أمته يا أمة نوح هل بلغكم نوح؟ فيقول لا يا رب ما بلغنا وما جاءنا من نبي. فيقول الله يا نوح هل بلغت أمتك؟ فيقول نعم. فيقول ومن يشهد لك؟ فيقول يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فتشهدون، يناديكم الله فتشهدون أن نوح بلغ لأمته. قال ثم آتي فأشهد أنا عليكم صلوات ربي وسلامه عليه. نعمة أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يقول الفضل هو لأول هذه الأمة، أما نحن في آخر هذه الأمة فلا فضل لنا ولا خيرية لنا. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة، قال أمتي كالغيث أو كالمطر لا يدرى خيرها في أولها أو في آخره. البركة في هذه الأمة والخيرية فيها في أولها أو في آخره. ولذلك كان يوما يحدث الصحابة فقال يا ليتنا نرى إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى وددت لو أننا رأينا إخواننا. فقال له الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال نحن معك وأنت ترانا، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحابي وأما إخواني فهم قوم يأتون بعدي يؤمنون بي، يود أحدهم لو أنه رآني بأمه وأبيه. يأتي بعد ناس يحبونني ويطيعونني ويتبعون سنتي ويتمنون لو أن أحدا منهم يراني يستديني بأبيه وبأمه. قال فيقول له الناس صحابة يا رسول الله وكيف تعرفه؟ فيقول أرأيتم لو أن رجلا له خيلا غرا محزلة فيها بياض في نواصيها وفيها بياض في أقدامها بين خيل دهم دهم، أي خيل سود، أيعرف خيله أو لا يعرفه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إني أعرفهم يوم القيامة لأنهم يردون علي غرا محزلين من آثار الوضوء. الوضوء للصلاة مطلوب منا يا إخواني أن نحافظ على الصلاة ونحافظ على الوضوء لأنه العلامة التي سيتعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يوم القيامة. أما اللي غير الصلاة ويغير الوضوء فأنى لرسول الله أن يعرفه يوم القيامة، فلا يفوز بشفاعته ولا يفوز بمعيته ولا يفوز بأن يشرب من نهر. عليكم بالصلاة يا إخواني. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما يوصي به الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عندما قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا بعث النار من كل 1999 وواحد في الجنة، بكى الصحابة وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك يوم يشيب الولدان، ذلك اليوم الذي يشيب الولدان، ذلك اليوم الذي يخيف الناس يوم القيامة. من هو الناس؟ أيها المؤمنون، نعمة أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقتضي منا طاعة لله وطاعة لرسوله وسيرا على كتاب الله ومنهج الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جوج وما جوج، ما قصتهم أيها المؤمنون؟ ولا قصتهم مع ذي القرنين؟ ومن يكون ذو القرنين هذا؟ ذلك إن شاء الله ما سنتذكره إن شاء الله في الخطبة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم خير الدنيا والآخرة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. اللهم إنا نسألك في الحياة توبة وعند الموت شهادة
وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا واسقنا يوم القيامة بيدي حبيبك محمد شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته وأدخلنا معه جناتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ويا سعادة المستغفرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.